بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بناخد حلقة جديدة من حلقات الإعجاز العلمي في علم الأجنة، وبنتكلم النهاردة عن آية في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. كويس، يبقى إحنا بنتكلم على موضوع إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أول حاجة، يعني إيه كلمة النطفة؟ النطفة في اللغة العربية اللي هي القطرة. الجنين أول ما بيبتدي بيتكون بلاقي فيه قطرة جاية من الرجل وقطرة جاية من الأنثى، يبقى هنا كويس كلمة النطفة يعني القطرة. أمشاج يعني أخلاط، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط. فواحد يقول مششت الشيء، أنا خلطته، خلطت حاجتين مع بعض يبقى أخلاط. إحنا بنوصفه بهذه الكيفية، أو الله عز وجل وصفه بهذه الكيفية لأنه معمول مختلط من ماء رجل وماء المرأة، ماء رجل وماء المرأة. بعض العلماء بيقولوا لا، ده وصف لحاجة موجودة جوه النطفة، بيقول نطفة أمشاج. الموصوف يطلع اللي هو الـ 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 الوصف يطلع الموصوف، فأمشاج دي جمع لكن نطفة مفرد. فبيقولوا لا، ده أمشاج دي بتصف الشيء موجودة جوه النطفة اللي قد تكون اللي هو الكروموزومات أو الصبغيات. نرجع لكلامنا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. في مسند الإمام أحمد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فقالت قريش: يا يهودي، إن هذا يزعم أنه نبي. قريش بتقول يهودي كويس إن الرسول بيزعم أنه نبي. فاليهودي قال: لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي. يبقى ده بقى التحدي. قال: فجاء حتى جلس، ثم قال: يا محمد، مما يخلق الإنسان؟ الإنسان بيتخلق من إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. يعني الإنسان مكون من نطفة، من القطرة بتاع الرجل ومن القطرة بتاع المرأة. هنقول يعني دي معلومة معروفة، يعني تقريبا يعني أي واحد دلوقتي بيدرس في المدرسة في المرحلة الابتدائية بيعرف الكلام ده كويس، إن البويضة والحيوان المنوي بيندمجوا مع بعضهم بينتج اللي هو الجنين. فإيه يعني الجديد في هذا الكلام؟ لا طبعا الكلام ده كلام كبير قوي واتقال من زمان قوي. تعالوا نشوف كده كان إيه الفكر بتاع العالم زمان. سنة 1416 قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح، كانوا بيفكروا بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الجنين ينتج من اتحاد الدم والمني، اتحاد الدم والمني، دم الحيض مع المني. أرسطو اللي هو كان موجود قبل الميلاد واللي دايما بيقول عليه هو مؤسس علم الأجنة كويس، كان بيقول إيه؟ بيقول إن الجنين بيتطور من الحيض بعد تنشيطه من قبل مني الرجل، يعني الرجل يجمع المرأة تطلع المنية بتاع الرجل ينشط دم الحيض ينتج الجنين. شايفين الكلام كان بيتقال قبل إيه؟ كان فريق من العلماء يرى إن الإنسان يخلق خلقا تاما في بيضة الأنثى، في ناس تانيين كانوا يقولوا يخلق خلقا تاما في الحيوان المنوي. يعني الرسمة اللي موجودة عندنا هي دي، باين عليها آجي حيوان مروي وجوه جنين، فالناس كانوا يقولوا ده بيتخلق تماما من الحيوان المنوي. شوف احنا كنا بنتكلم على الأفكار السائدة عاملة ازاي، والجدل ده ما اتحسمش إلا سنة 1775 ميلادية لما سبلانزني أثبت بالتجربة الحيوية الفعلية إن الجنين ينتج من اتحاد الحيوان المنوي والبويضة. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كويس كان بيقول في الحديث إيه؟ قال: يا يهودي، من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة. شوف 1430 سنة كويس والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده كويس، الكلام ده ما اتحسمش كويس إلا يعني قريب جدا، يعني إحنا بنكون بنتكلم في آخر 200 سنة فقط يعني. طيب لازلنا في اللي هو
الخواطر حوالين إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. في صحيح مسلم عن ثوبان قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود، وحبق من أعلام من علماء اليهود، فقال يعني كويس الحبر يعني: وجئت أسأل عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني شوف بقى حبر جاي بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء، يقول له أهل الأرض كلهم ما يعرفوش إلا يا دوبك ممكن يكون نبي أو رجل أو رجلان. جئت أسأل عن الولد، يبقى اليهودي بيسأل الحبر بيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. يبقى ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. قال اليهودي: صدقت وإنك لنبي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ما الرجل مشي: سألني هذا الذي سألني عنه وما أعلم شيئا منه حتى آتاني الله. تعالوا نشوف الحديث ده كم من الإعجازات الـ يعني الجنينية والعلمية اللي فيه. يبقى أول حاجة الرجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الولد، قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. طب ماء الرجل إيه الإعجاز اللي فيه؟ ولو أنا قلت الكلام ده قبل كده، قلت ده نسبة للسائل المنوي، السائل المنوي نسبة المية فيه بتوصل ل 92%، وفي بعض المراجع بتقول 96%، والحانات المنوية لا تمثل إلا 2%. فكون إن إحنا نوصف المني بتاع الرجل اللي هو ماء، ده وصف علمي بحت إن معظمه ماء فعلا. يبقى ده نمرة واحد. قال لك: وماء المرأة أصفر. المرأة لها ماءين، عشان بس نتفق مع بعضينا. الماء الأولاني بيطلع من المهبل، ده إفرازات وبتبقى لونها أبيض بتبقى موجودة، وفي إفرازات تانية بتطلع كويس حوالين البويضة. الاتنين يصح أن نطلق عليهم ماء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: وماء المرأة أصفر. أي واحد فيهم اللي لونه أصفر اللي غيبي اللي ما حدش يعرفه إلا بعد اكتشاف اللي هو الميكروسكوب الإلكتروني، اللي هو الماء اللي موجود حوالين اللي هو البويضة. ماء المرأة يقصد بها ماء البويضة. يبقى أول إعجاز موجود في هذا الحديث أن الرجل له ماء والمرأة لها ماء. ماء الرجل يبقى إن كويس إن المني ده ماء، ده إعجاز. ماء المرأة طبعا هو كويس كل مني يطلق عليه ماء أصفر، طبعا يكون أصفر وموجود جوه البويضة. كيف اطلع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إخبار بالغيب من الله عز وجل؟ طيب يبقى هنا عرفنا الإعجاز إن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. فإذا اجتمع المائين ماء الرجل وماء المرأة، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنث بإذن الله. طب دلوقتي هيجتمع المائين اللي هو المنية بقى، مني الرجل ومني المرأة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو على مني الرجل مني المرأة هيطلع المولود ذكر، ولو غلب وعلب ماء المرأة أو مني المرأة مني الرجل آنث يبقى المولود هيبقى أنثى بإذن الله. أول حاجة عايزين بقى نفهم يعني إيه إزاي الكلام ده، أو إيه الإعجازات العلمية الموجودة فيه. لازم نتفق مع بعضنا إن دي بويضة وهي إكس، والحيوانات المنوية بتاعتنا يا إما بتشيل الإكس أو بتشيل الواي. لو حيوان منوي إكس مع بويضة إكس هينتج جنين إكس إكس، يعني هينتج جنين هتبقى أنثى. أما حيوان منوي لو كان بيحمل واي قابل بويضة هينتج إكس واي جنين ذكر. يبقى الحيوانات المنوية فيها الواي وفيها الإكس، هل هما زي بعضهم؟ لا مش زي بعضهم خالص.
الحيوانات المنوية الأنثوية غير الحيوانات المنوية الذكرية. تعالوا نشوف كده إيه الاختلافات اللي موجودة بين الحيوانات المنوية الأنثوية والحيوانات المنوية الذكرية. يعني حيوان منوي بيحمل الذكور أو واي، حيوان منوي بيحمل الأنوثة إكس. في اختلاف في الحجم، الحيوان المنوي اللي يحمل الواي بيبقى صغير في الحجم، يعني أصغر في الحجم، لأن الواي كروموزوم أصلا بيبقى أصغر من الإكس كروموزوم لدرجة النص. مش كده وبس، ده راسه بتبقى صغيرة وهو أسرع في الحركة وفي السباق. يعني لو حيوان منوي واي كويس وحيوان منوي اكس، الحيوان منوي الواي اللي هو الحيوان المنوي اللي هو الذكروي بيبقى أسرع من الحيوان المنوي اللي هو الاكس الأنثوي. يبقى هو أسرع وراسه صغيرة بس أضعف، أقل قدرة على التحمل ومقاومة الإفرازات بتاعت المرأة. يعني لو الوسط بتاع المرأة حمضي يقتل الحيوانات المنوية اللي هي بتحتوي على الواي كروموزوم. الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الإكس كروموزوم اللي هي بتاعت الأنوثة بتبقى أكثر قدرة على المقاومة. يبقى دي أول حاجة لازم نفهمها، إيه الفروقات بين الحيوانات المنوية؟ البويضات كلها زي بعضها، لكن الحيوانات المنوية فيها اللي بتشيل واي وفيها اللي بتشيل اكس اللي هو الذكروية والأنثوية، في فارق ما بين موجود ما بينهم. طيب، اجتمع فعال مني الرجل مني المرأة. الكلام ده بنجيبه من واحد بروفيسور كان لي رئيس مجلتين علميتين وليه 34 كتاب وبيتكلم، بيقول لك الحديث ده صحيح بنسبة 100%. ايه بقى اللي بيحصل؟ بنقول ان ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي. احنا هنا جايبين اهو الالوان، لو انا كنت جايب ابص ده حمضي لو لون احمر برتقاني، كل شوية اهو ده حمضي، شوية 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 قاعدين بنتدرج لغاية ما بنوصل 7، يعني ده يبقى وسط يعني متعادل. ابتدينا نزود 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 يبقى ده كويس الكلاين، يعني قلوي، يبقى حمضي وقلوي. يبقى ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي، يبقى ماء الرجل على الناحية الأزرق ده وماء المرأة على الناحية الحمراء دي. كلما زادت حمضية إفرازات المرأة، يبقى لو امرأة جاية الإفرازات بتاعتها شغالة، الإفرازات اللي كويس هتفرز من المهبل بتاع الأنثى لحظة الجماع بتبقى حمضية. افرض إن الإفرازات دي كانت كتير أوي 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 أوي، والقلوية بتاعت ماء الرجل في الجماع كانت الحمضية بتاعته قليلة، يبقى القلوية قلت والحمضية زادت، إيه اللي هيحصل؟ يبقى الوسط هيبقى حمضي. طيب والوسط لما يبقى حمضي إيه اللي يحصل بقى؟ لو الوسط بقى حمضي هيموت الحيوانات المنوية. مين أول حيوانات منوية مش هتستحمل؟ اللي بتشيل واي كروموزوم. يبقى هيفضل مين؟ هيفضل الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الإكس كروموزوم. يبقى لو الأنثى الإفرازات بتاعتها كانت كتيرة 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 وحمضية 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 وحمضية، هتقتل الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الواي كروموزوم. يبقى هيفضل مين اللي هيقدر يستحمل الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الإكس كروموزوم؟ هي اللي هتتحرك، هي اللي هتوصل البويضة، هي كويس اللي ساعتها هتعلو مني المرأة. يبقى ساعتها آنث بإذن الله. إذا على مني المرأة مني الرجل. على مني المرأة يعني إيه كويس؟ المني بتاع المرأة اللي موجود أولاً للإفرازات قتلت الواي كروموزوم، الإفرازات بتاعت ماء المرأة قدرت تتغلب على الإفرازات بتاعت اللي هو ماء الرجل، يبقى على مني المرأة مني الرجل. يبقى لو عليها يبقى اللي بيوصل هو الإكس كروموزوم، الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الإكس كروموزوم بتخصب بالبويضة ويبقى الجنين بتبقى أنثى بإذن الله. أو يبقى لو الوسط كان حمضي هيبقى آنثى بإذن الله. طيب يبقى ده لو كان الوسط بتاعنا موجود عندنا حمضي. طب والعكس لو حصل، يعني حصل ايه؟ يعني الافرازات اللي كانت موجوده في المهبل كانت قليله، الافرازات بتاعت الذكر هي اللي كانت موجوده كثيره، يبقى الحيوانات المنويه الذكرويه هي اللي موجوده، فهي سريعه وخفيفه فهي بتجري اسرع من اللي هو الحيوانات المنويه اللي بتحتوي على الاكس كروموزوم. يبقى مني الرجل
ساعتها هيعلو ويغلب على مني الأنثى، يبقى اللي هيوصل للبويضة الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الواي كروموزوم، يبقى ساعتها يبقى أذكرة بإذن الله. يبقى فإذا اجتمع، يبقى المنيين اجتمع، مني الرجل على مني الأنثى، يعني الحيوانات المنوية اللي موجودة اللي بتحتوي على الواي، علت اللي هو البويضة، هي علت اللي هي الحيوانات المنوية، كسبت الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الإكس كروموزوم ووصلت لغاية البويضة، يبقى واي، يبقى أذكر بإذن الله. لكن لو الإفرازات عند الست هي اللي كتيرة، عند الأنثى الإفرازات كتيرة هتقتل الحيوانات المنوية اللي بتحتوي على الواي كروموزوم، يبقى ساعتها مني المرأة هيعلو مني الرجل، اللي هيوصل للبويضة هي الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الواي كروموزوم، يبقى آنثى، آنثى بإذن الله. ده مقال من المقالات العلمية بنثبت فيه دور حمضية ماء المرأة كويس وتأثيرها على الذكورية والأنثوية. حمضية ماء المرأة، الحمضية تزيد يبقى معناها خلاص يبقى آنثى بإذن الله، الحمضية هتقل يبقى أذكرة بإذن الله. وأدي البيبر اللي هي موجودة وأدي عنوانها. الفكرة دي فكرة الاختلافات بين اللي هو الحيوانات المنوية اللي هتحتوي على الواي والإكس والإفرازات بتاع المرأة الحمضية، كانت فكرة من الأفكار الشهيرة قوي اللي جه عالم بيولوجي في السبعينات 1970 and so on. وشيتلز ده عمل ميثود علشان الناس يحددوا رغبة في جنس الموجود، يعني ايه الاكل اللي يزود الحمضية الموجودة، او الاكل اللي يزود القروية، او حاجات من هذا القبيل. بس يعني دي فكرة كبيرة من الافكار اللي هي موجودة في البيولوجي. ايه علشان نكمل برضك هذا الحديث، وده مهم جدا، حديث اخر رواه الامام البخاري عن انس ان عبد الله بن سلام، ده كان من أحبار اليهود، بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء. عبد الله بن سلام قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. أنا أسألك عن ثلاث حاجات ما يعرفهاش إلا نبي: ما أول أشرة الساعة؟ ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الولد، وده اللي يهمنا بقى، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عايز يقول ايه؟ الراجل بيقول له: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه سبق، المره اللي فاتت الحديث بتاع الامام مسلم في الثوبان كان على، هنا سبق، هنا في سباق، يعني اتنين بيجروا مع بعضهم، ماء الرجل وماء المراه. طب ايه مقصود بماء الرجل وماء المراه هنا كويس في الحديث ده بقى؟ ماء الرجل يعني مقصود بها الحيوانات المنويه اللي تحتوي على الواي، وماء المرأة الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الإكس. يبقى هنا احنا بنتكلم على المائين، أو المائين هما الاثنين، أصل هو السبق يعني معناها اثنين اتحطوا في وقت واحد، واثنين بيجروا مع بعضهم السباق. الاثنين اتحطوا مع بعضهم في وقت واحد الحيوانات المنوية، بس في حيوانات منوية تحتوي على الواي وحيوانات منوية تحتوي على الإكس. فهو اللي مقصود إن ماء الرجل هنا كويس، يعني الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الواي، وماء المرأة الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الإكس. يا ترى مين اللي سبق؟ لو سبق ماء الرجل وماء المرأة، يعني حيوانات المنوية اللي تحتوي على الواي سبقت الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الإكس، يبقى نزع الولد، يعني هيطلع ذكر. طب ولو حصل بقى العكس، الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الإكس والحيوانات المنوية اللي كانت أسرع من الحيوانات المنوية اللي تحتوي على الواي، يبقى ساعتها آنثى بإذن الله، لأن ساعتها هيعلو بقى، يعني كويس في أدم هما في سباق. اللفظ هنا في الحديث العلاج فيه سبق، فهناك كان على، يبقى هنا في نقطتين. النقطة الأولانية الحيوانات المنوية سريعة، يا ترى مين اللي هو السريع؟ لو كانت الواي هي السريعة يبقى هي اللي بتوصل،
لما توصل يبقى هتعلو ماء اللي هو المرأة اللي هو الموجود عند المبيض البويضة يعني، يبقى أذكر بإذن الله. لكن لو ماء المرأة اللي مقصود بيه هنا الحيوانات المائية اللي تحتوي على الإكس كانت هي اللي سريعة، يبقى ساعتها هيعلو كويس ماء المرأة ماء الرجل كويس وآنث بإذن الله. آدي واحدة من الدراسات اللي بتدلنا إن السبيرم فيلوسيتي يعني سرعة اللي هو الحيوانات المنوية و and association with gender of offspring يعني بتأثر إزاي على جنس اللي هو الجنين. ودي واحدة تانية من اللي هو الدراسات اللي برضك بتتكلم على هذه الفكرة، فكرة اللي هو السباق والتنافس اللي موجود السبيرم كومبيتيشن والفيميل سيلكشن. أتمنى إن إحنا أكون وصلت الموضوع وتكونوا فهمتوه وفهمنا حديث كبير قوي وإعجاز كبير قوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.